رجعنا لكم مشاهدينا نستكمل غبقتنا، وغبقتنا مثل ما قلنا برعاية لادوري، بس يعني نخلي الحلو على جنب لأنه صار عندنا أحلى من الحلو. سيدة الأعمال والكويتية الراقية اللي صارت سيدة كل بيت كويتي نفتخر فيها اليوم، المحامية خولة الحساوية. مرحبا فيك أستاذة خولة. فيك حبيبتي، يعطيك ألف عافية. الله يعزك. إطلالة متميزة عبر شاشة تلفزيون الكويت، وناس مثلك شرواج إحنا اليوم فخورين إن إحنا نلتقي فيهم. وأنا بصراحة أول مرة ألتقي فيك وسعيدة بهاللقاء، وأتمنى إنه ما يكون أول لقاء شاء. وإن شاء الله اللقاء يتجدد. حبيبتي تشرفت فيك وتشرفت بالأستاذ محمد. بس أنا تسمحوا لي بس بقول كلمة في بداية حلقتنا، بس أعزي الأسر الشهداء وأعزي صاحب السمو وأعزي كل أهل الكويت على الحادث الأليم اللي مر علينا، وأعزي أيضا المملكة العربية السعودية بالفقيد الراحل الأمير سعود الفيصل. أعزي الملك وأعزي الشعب السعودي وأعزي نفسنا إحنا ككويتيين لمواقفة معانا ككويتيين وللأمة الإسلامية. وإن شاء الله الله يحفظنا ويحفظهم. اللهم آمين. تقبل طاعتك المبارك، وسعيدين بتواجدك معنا في غبقة رمضانية وأطلالة جديدة على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. ندري أن أنت ارتباطاتك مسؤولياتك شوي زحمة ومزحومة شوي، لكن أصريتي تكونين ويانا، ونشكرك على موافقتك تطلين ويانا في تلفزيون الكويت. سهلون الله يعزك. سهلين الطيب. الشرف. أنت الشرف. أنا يمكن أبتدي سؤال ولا؟ تفضل. يعني أنا بصراحة اللي عرفته معلومة وايد ودي أستفسر فيها. أول شيء أنا استأنست إنك أنت وأنا وياك مواليد شهر 2 يعني برج الدلو، فأنا دائما أحب النساء المتميزات الناجحات، يعني مقاييس الجمال لكل امرأة تختلف في نظرتها للمرأة. في ناس يشوفون المرأة من ناحية الجمال، في ناس يشوفون المرأة من ناحية العقلانية، في ناس يحبون المرأة اللي مثلا ربت بيت. أنا دائماً أشوف مثالي ويعني قدوتي وجمال المرأة في إنجازاتها ونجاحاتها وإثباتها لقوتها بإصرارها على شيء اللي تبيه. وأنت خير امرأة درست علوم سياسية في البداية، اقتصاد ومساند علوم سياسية. اقتصاد ومساند علوم سياسية، يعني دراسة مختلفة. نعم. لكن إصرارك ورغبتك أنك تكونين محامية خلتك هم تدرسين محاماة. ما سمعت حياتي. خلتك هم تدرسين محاماة. اي صحيح. حقوق. صحيح. فهذا الإصرار، في ناس مثلا تقول انا خلاص درست وجبت الشهادة، ما نداعي اني اجيب شهادة ثانية. صحيح. وساعات انها يعني انها مقاربة للمستوى، يعني سي بكالوريوس او بكالوريوس او ماجستير او ماجستير، فيتعيزون انه يغيرون التخصص من اول جديد. يعني أم مبارك. الله يخليكيهم ما شاء الله. أنا شفتهم وضاري ومحمد والجعدة فواز. الجعدة فواز الله يحفظهم. الله يسلمك. أم مبارك، يعني يمكن أنا أحب أقول إصرارك على أنك تدرسين حقوق، ليش؟ صدقين حبيبتي شو أقول لك؟ أنا كلمة مستحيل مو موجودة قاموسي، ما أحبها. يعني أي شيء صعب ما أحب، أحس إن دامنا رب العالمين أكرمنا بوجود العقل، وفضل عظيم من الله اني انا طلعت من اسره يعني اكرمني في والدي ووالدتي، اثنيناتهم يشجعون العلم، اثنيناتهم يشجعون ان ما نرجع له وراء، زرعوا القوه، زرعوا الاصرار، زرعوا الثقه فينا. الله يغفر لي والدي ويطول بعمر والدتي. هذا دور الاسره. اي يعني انا مؤمنه ان الاسره وايد لها دور في هذا الموضوع، بس مو معنى هذا الكلام ان انا يعني في بعض الناس لاقين ما شاء الله عليه امه وابوه متوفين، بس تبارك الله تلاقينا هو نابغة. صحيح. بس لما يكون متوفر الأسرة هي تعتبر من الأساسيات في المجتمع. نعم. وهذا الشيء اللي أنا قاعد أسعى فيه حاليا مع أولادي، اللي أنا كسبته من هذه الأسرة الطيبة قاعد أحاول أزرعه أيضا مع الأولاد. أمانة يمكن أنا أبي محمد يشاركني الرأي. يعني أنا لابسة أصفر اليوم. أحلى لون. محمد سألني. لأن تشجع النصر بالتأكيد. أحلى لون. لابسه عشان الأستاذة خولة تحب نادي النصر السعودي وقدساوية. نعم. قدساوية صادق. أول شيء قال أنت لابسة أصفر ليش؟ عشان أقول له أنا ليش؟ عشان يقول لي راضين عشان مبارك. قلت له لا والله ما أدري. بس الصدفة أكيد فهي اللي خلتني. فأنا حبيت أقول لك إن محمد عنده سؤال. شوف النصر دامنا جبتوا طارية.
أنا أعشقه طبعا، مو أحب أعشقه النصر. لو خلص حب النصر وقالوا لي بس عاد خلاص كيف حبيتيه، أقولهم على استعداد أجدد هذا الحب مرة ثانية. أنا أحبه وايد نادي النصر. حلو، خلينا نسأل السؤال وهقت فيه، لو نحط في موازنة ما بين القادسية الكويتي والنصر السعودي، نعم، وين ترجح الكفة؟ والله هذه عين اليمين وديك الشمال، ما تصيدني. لا والله اثنينهم أحبهم. إحنا طبعاً تدري أخوي محمد، إحنا من أسرة رياضية، يعني أكيد. أبوي من مؤسسي نادي الكويت والقادسية. إحنا الأسرة رياضية، وفواز أخوي كمل المسيرة، أنت عارف هذا الشيء. فبس أنا بالنسبة لي ما أحب ألعب كرة قدم. أنا أحب ألعب، يمكن دخلت في سباق الجري وأنا صغيرة، والوثب العالي والوثب الطويل هذا كان مجالي، ولكن أنا أحب أني أتابع كرة القدم. بس مشجعة متابعة وداعمة قوية حتى طبعًا. لو خسر النصر تزعلين حتى نشوف مواقع التواصل الاجتماعي. مو بس أزعل، لا مو أزعل، تلاقيني كأني أنا مصلحة اجتماعية قاعد أهدي الجمهور. الجمهور بعد قلبي تلاقينا، مو الكل طبعا، الجمهور النصراوي معروف جمهور الوفي هو. أنا دائما أسوي لهم أنتم جمهور الوفاء. حلو. بس تلاقين بعضهم ينقهرون، فتلاقيني أقول يعني صبرا جميلا، ما يصير هو ما يصير فريقكم كله فايز فايز. صحيح. وان شاء الله الحين احنا مقبلين على السوبر. حلو. شهر 8 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نصراوي عالم. رسالتك للجمهور النصراوي شو تقولين؟ انا صدق بمشكلتي متابعيني كثار، ما اقدر ارد على كل واحد، فانت حلو انك سالتني هالسؤال. مو معقول انا لما احب فريق لازم هذا الفريق كله فايز فايز فايز، ما يصير كل جوادي ما له طعم. اي ما له طعم الفوز. ما يصير. احنا اتذكر مع نادي فواز شوي خرجنا عن السؤال في نوتنغهام اول 3 شهور الاوائل، بعدين نزل نوتنغهام. فهي طبيعي، هذه كره قدم فيها ربح وفيها خساره. يا سلام. ولكن اللي يتكلم اني انا عاشق لهذا الكيان لازم يحترم هذا العشق، ولازم لما يخفق يوسع صدره وبالعكس يساند الفريق ويوقف معاه. انا ما اتكلم بس على مجال النصر، اتكلم على النصر، اتكلم عن الرياضه بشكل عام. إيه يعني ما شاء الله من الناس اللي مهتمين بالرياضة، يعني من يوم كنت صغيرة وتلعبين ألعاب قوة؟ اي انا لعبت وثب عالي وثب طويل، بس لما طلعت ومثلتي الكويت. إيه؟ ومثلتي الكويت في بطولة من البطولات. اي نعم. والمركز الاول، يبتي المركز الاول. فخورة في هالاشياء حتى لو كانت قديمة وايد. صدقين يعني لا انا ما اشوفها قديمة، انا اشوفها هذه كلها شهادات فخر. انا لو تدخلين مكتبي تشوفين وايد عندي اشياء كلها، يعني سواء كانت قديمة أو جديدة، بالعكس أنا أفتخر فيها. وأنا أشجع حتى أولادي، يعني أحاول أني أزرع فيهم هالثقة أن الأهم نفس الشيء، أنتوا لازم مثل ما أنا سويت أنتوا أحسن مني لأنكم أنتوا رجال. حلو. الرجل يطلع منه أكثر من المرأة، يمكن إحنا مجتمعنا ما يساعد المرأة بكل شيء. يعني أنا مثلا من عرض الأشياء اللي تجيني مثل ما تفضل أخوي محمد بتويتر، روحي قعدي ببيتك، أنت مالك شغل بالرياضة. لا تشجعين، لو طالع مع حق. صح. بس الحريم غير شكل بكل شيء. لا أمانة أنا أشوف إن المرأة يعني مو غلط إنها تنجز وإنها تبدع في المجال. بس أقولش بعض العقليات يعني. طبعاً الحصة نصيرة المرأة. إي أنا نصيرة المرأة بصراحة، وأحس إن المرأة تقدر تسوي يعني تنجز أكثر من الرجل، خصوصاً المرأة الشرقية الحين أثبتت خلال مشوارها إنها تقدر إنها تصارع كثير من الصعاب وتتحمل المسؤولية وبذكاء وبحب. وتعطي كل فرد بالبيت حقه. صحيح. سواء كان زوجها، سواء كانت أولادها، سواء كانت حياتها وعملها ومهنيتها. صحيح. وما تقصر وما تبدي شيء على شيء. صحيح. هذه المرأة الشرقية بصراحة. صحيح. حلو. أستاذة خولة، يعني لو سألتك سؤال، وين تشوف خولة نفسها كمحامية، كرياضية، كسيدة أعمال، ولا محامية؟ أنا الله يطول لي بعمرك موجودة فيهم كلهم. كلهم. أنا بداية حياتي كنت سيدة، مو سيدة أعمال، أنا في ناس وايد أحسن مني، أنا إنسانة بسيطة، ما أشوف نفسي أنا وايد كبيرة يعني بالمجال. حلو. الفضل لله ثم لوالدي في أنه دعمني في مجال العمل، ولكن مع الاستمرارية بهذا المجال شفت نفسي أحتاج القانون. فلهذا السبب دخلت، وكان قبل الله طبعاً أحتاجه، أنا كان من أحلامي أني أكون محامية. الحمد لله الله بارك لي وبدعم من والدي والحمد لله صرت محامية. فكمحامية وكسيدة أعمال هم مجتمعين مع بعض، لأن من خلال مكتبي حاليا أدير الأثنين مع بعض. نعم. أما بالنسبة كرياضية أنا ماني، يعني ما قلت لك ما ألعب كرة قدم، بس أحبها، يعني هذه تعتبر من أوائل هواياتي. أنت مو مجرد محبة أو متابعة للرياضة، أنت داعمة لك دور. محبة لهم أقول لك. وأعتقد لك عضوية شرفية. طبعا عندي عضوية شرفية. في أنا الوحيدة ماشي. ظني كسيدة عندها عضوية شرفية. ما شاء الله تستاهلين. أكيد يعني تستاهلين يا خالد. نتطرق حق موضوع وايد مهم، دعم الأسرة. يمكن أنا من البداية أنت تكلمتي عنه،
ولكن دائما ما شاء الله تبارك الرحمن اي انسان ناجح يعني بحياته الاسره تدعمه، يعني في ناس مثلا اسرتهم ما تدعمهم تلقين الزوج يدعمها طبعاً بعد ما تتزوج ويعدل من مستواها الثقافي، او ان الاهل هم ساعات يكونون سبب في دعمها وتوجيهها ونهجها للطريق اللي هي تبي تستمر. يعني ما شاء الله الله يحفظ لك، الله يخلي لك الوالده بدريه الخشتي يا حبيبتي الله يعطيها طول العمر. الحين قاعد تتابعنا الحين اي والله الله يعطيها طولة العمر. شو تقولي لها من خلال والله انا يعني من دونها ما اسوى شيء، انا امي بالنسبه لي هي كل شيء، يعني هي باب الجنه الوحيد اللي بقى بحياتي. كان عندي بابين بس باب واحد تسكر والحمد لله، انا يعني يشهد الله انا شنو سويت لابوي، ومع هذا انا اعرف اني انا مقصره لان هذين ما نطلع من جزاهم لا امي ولا ابوي، لان احنا لازلنا عايشين في سمعتهم الطيبه، عايشين من خيرهم، عايشين في ذكرهم الطيب. شنو خذيتي منها ام؟ شوفي في صفه يا بعد عيني اكيد خذيتي منها اشياء وايد. امي وابوي يشتركون في صفه واحده واللي انا يمكن الزمن زرع هالشيء فيني اللي هو الصبر. ترى امي مو صبوره عادي، امي صبوره اوفر. يعني في سيدات يصبرون وهذا طبيعه المره لازم تكون صبور. بس امي اوفر صبوره زياده عن اللازم يعني. وبعدين امي كانت مسانده لابوي كثير، يعني على قولت لو كويتين اول يقولنا ريلها مبروكه على الريال. امي من السيدات اللي كذي كانت ريلها مبروكه على والدي الله يغفر له. الشغله الثانيه امي عاطفيه كثير وانا احس ان انا عاطفيه وايد، يعني انا علاقتي مع اولادي صحيح انا ما اتعامل معهم كأم. زين بس اللي يشوف حياتك ام مبارك يقول انت بعيده عن العاطفه لانها يعني عقلانيه اكثر. صح بس انا اقصد بس مع اولادي. انا ترى لي يعني اول مره اقول لي وجهين مع اولادي وجه وفي عملي وجه اخر. حلو يعني الاولاد ما لهم ذنب ان تكون قاسيه. يعني لما يقول مبارك يقول عاطفيه ولا عقلانيه؟ انا احمل الاثنين. حلو اعرف نفسي احمل الاثنين. عاشر سنه ونذكرك بالخير يا مبارك، وعاشر سنه لا زلت عايش فينا، وشلون ننسى وخيرك اول اخبارك وانت البحر واحنا بوسطك المينا، ننساك وانت الذي تعطف على جارك وتمطر غيومك من الاهواز لا سينا. شنو أهم غريزة تعلمتيها من الوالد رحمة الله عليه وهو أحد الشخصيات الوطنية الإنسانية اللي قدمت الكثير الكثير لهذا البلد من أعمال خيرية ووطنية نفتخر فيها؟ والدك مبارك الحساوي رحمة الله عليه غرستي منه شيء، أخذتي منه وعطتيه حق عيالك، خصوصا أنه ما شاء الله أولادك كلهم رجال. شوف الله يطول لي عمرك أستاذ محمد. تأثرت. شوف إحنا قدوتنا كمسلمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قدوتنا كمسلمين، ولكن أنا تاج راسي معلمي وعزوتي هو أبوي ولا زال هو تحت الثرى، لكن أنا يعني في تصرفاتي في حياتي أعتبره كأنه هو حي موجود. أبوي أهم صفة خذيتها منه وأنا أحمد الله إني أنا ملتزمة فيها الصدق. الحمد لله. ما يعني أنا ما أعرف يعني إذا ما أقول كلمة حتى وايد كلمات قلتها وفسرتني بحياتي، بس لازم لا خلص كلمة كلمة انتهى. الشغلة الثانية والمهمة أبوي وايد عزز الثقة فينا، وايد علمنا أن نتحمل مسؤولية، وايد يمكن أعطاكم صفة التواضع بعد. خاصة التواضع هذا التواضع والابتسامة اللي ما تفارق. التواضع هذه يعني أبوي تقعدين معاه حبيبة قلبي تحسينه شو أقولك كأنش قاعدة مع واحد بسيط، هو إنسان بسيط كلنا إحنا بسيطين كلنا متواضع لا رفعه، ولكن أبوي يعني ما أدري مع الصغير صغير مع الكبير كبير مع التاجر تاجر مع الأمير أمير مع الكل، ولكن عمرك ما يعني ما مو أشاتي مجروحة فيه، بس عمرك ما تقولين إن هذا الريال مثلاً راح وترك إمبراطورية ولا هذا الريال ملك للعقار ولا 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 ولا، تقعدين معه إنسان جداً بسيط. فإذا أبوك اللي رباك بهالأخلاق أنت شو تكونين؟ فأنت لازم أوتوماتيكياً. وأنت أنا طبعاً من خواتي أنا الوحيدة اللي اشتغلت عند أبوي. أختي فوزية أيضاً اشتغلت معنا هي قبلي أختنا الكبيرة. والشباب الله يحفظهم فواز وعبد العزيز اشتغلتوا وانتي تدرسين؟ إيه؟ أساساً أنا كنت بالجامعة إيه؟ وقت الفراغ وقتها كنتي تدرسين إيه؟ هل حسيتي أن الشغل والعمل ما هو شيء صعب؟ أبداً مو صعب. أنا ما صدقت على الله خلص من الجامعة عشان التزم مع أبوي. إيه يعني شلون كان بالشغل حازم؟ طبعاً حازم أيوه كثير وغير بالبيت. أنا الحين مع مبارك ولدي انضم إلى مكتبي أنا وايد شديدة على مبارك
يعني في البيت يطلب عيوني اشلعهم حقه ما عندي مشكله، بس في المكتب لا. عمل عمل ساكتت للحين عشان رمضان ما يخالف، بس فيما بعد لا. ما يعني مبارك سمي الوالد خذ من الوالد خذ منه. مبارك نفس الشيء، مبارك ثقته بنفسه عاليه، وهذا الشيء اللي انا تعبت وايد عشان ازرعه فيه. ارادته قويه. حتى غير يقولون حتى يمكن لاني انا مبارك ولد الغزو فيمكن لاني انا اللي باشرته، عرفتي؟ وهو الكبير وبعدين مرتبط فيني وايد، حنون وايد مبارك، فيمكن عشان كذي. ولحق على ابوي على فكره، يعني من اللي عاشره ابوي مبارك، يعني شويه صغير كان. لا لا بس الام البكر دائما يكون عندها غير بالضبط، تحس انه كانه قطعه من روحها قاعد تمشي. طبعا لا يزعلون علي الباجين، كلهم واقفين هنا بس الحقيقه ولا تنقال فيهم، بس مبارك يظل صاحب القلب الكبير والابيض والحبيب. ويعني انا لما اطلع مثلا ارمي الحمول عليه ما في مشكله، خلاص امنه. ولا قصور في محمد وضاري مساح، شو يقول لي؟ يقول يا ماما لما تدخلين قولي انا احب محمد، انا اموت عليك يا محمد. عسى الله يحفظه ان شاء الله. محمد قال لنا سالفه، نبي نعرف شنو سالفه الفولي بول. الفولي بول؟ ايه ما عرفتها، ما ادري، قال لنا اسالوها عنها. ترى حمودي مجرم ما عليه. صار موقف اليوم ولا قبل كم يوم؟ والله ما اذكر. اليوم صار موقف محمد يقول ان اليوم صار موقف ويا الوالده، تذكرين؟ لا والله انا بمكتبي اليوم، رحت المكتب الصبح وبعدين رحت حق حلوه اللبن وبعدين بدلت ويتكم. خلاص ما فطرنا وكذي. زين حلو. يعني والدك رحمه الله عليه كان مدرسه بالطموح حقيقه. هل الطموح؟ انا احد تلاميذه اللي قاعده اقول الحين. الطموح هذا متواجد من الوالد؟ اكيد من الوالد اكيد، لانك انت ما شاء الله اقتصاد وايضا تخصصي وايد. تشوفين عيالك عسى الله يحفظهم ما يدرون، ترى ما يدرون ترى ما يدرون انهم طالعين. هذا سمي محمد، هاي محمد ان شاء الله. سمي الله يعزك، ما يدري انه على الهواء. عسى الله يحفظها ان شاء الله ويخليها. الله يحفظهم لك ان شاء الله ويخليهم. الله يعزك طول عمرك. وتشوفين عيالهم يا حبيبه تروح. الله يعني مغلى من الظن. اي والله يعني والله هذه امنيتي اني افرح فيهم. عسى الله ان شاء الله يفرحك فيهم ان شاء الله. مثل ما قلنا تخصصت اقتصاد مساند علوم سياسيه. نعم. اصريتي بتحقيق حلم اخر من احلامك انك تدرسين حقوق. هل الطموح هذا اللي موجود داخل روح الاستاذه خوله الحساوي مستمد من المدرسه الاولى؟ أكيد. بالطموح، لان والدك رحمه الله عليه من هو اللي صنع نفسه بنفسه، صح القول؟ صحيح. ابوي بنى نفسه من الصفر سالفه. اكيد. فهذا يعني ما في شيء ابدا، بس قلت لك ترى سبب نجاح ابوي الصدق والامانه. ابوي لما كان يقول كلمه انسى كيف لا، وهو الاحسان طبعه يعني. بعدين ما يحتاج يعني كتب رثت فيه وصحف رثت فيه. انا من الناس اللي رثيت فيه كذا مره، كتبت له. شنو رثيتي فيه؟ كثير. اعطينا شوي بس. عاد ما اذكر الحين، بس ولو بقول لك شيء ببكي. انا قاعد اشوف بريق ساعتها قلبي. هذه ابيات جميله، انه على وفاته مرت 10 سنوات السنه هذه، عسى الله يرحمه. احنا داخلين بال 11 بال 11 اي، فعشر سنوات في ابيات يعني، وانا من خلال بحثي لقيتها وهي يعني ابيات جميله. 10 سنه ونذكرك بالخير يا مبارك، 10 سنه ولا زلت عايشين فينا. يعني كثير من المحبين اللي لي تواصل معاهم سووا لي رثاءات، سووا لي قصايد، سووا لي اشعار. تستاهلين والله كثير. مو يعني مو خلي انا بعد قلبي ما يقصرون، انا قصدي على ابوي. إيه اكيد. يعني كثير اكيد. وامنيتي ان ابوي حي ويشوفني وانا فاتحه مكتبي، امنيتي ابوي حي ويشوف عضويتي ببيت زكاه، امنيتي ابوي حي ويشوف الانجازات اللي قاعد اسويها، امنيتي والله. بس الحمد لله الحمد لله على جنات النعيم. يكفي ناس اليوم بنته موجوده والفرحه ما تفارقها، وبنت مثلك وشروات قاعد يعني تذكر عطاءاتها لهذا البلد، انجازاتها. احنا اكيد فخورين فيك. الله يعزك يا مبارك، والله يحفظك ويعطيك طول العمر. طول العمر. نتكلم عن عضويتك في بيت الزكاة. نعم. يعني أنا من المواضيع اللي وايد يعني نتكلم إن هي من المواضيع اللي مهمة في حياتك، وإنجاز جميل في المجال الخيري. بيت زكاة الله يسلمك، كلمني طويل العمر أبو يوسف الوزير العدل يعقوب الصانع، وعرض علي هالفكرة. طبعًا أنا أي شيء في مرضات لله تلاقيني على طول أتوجه. الحمد لله. وقبلت الحمد لله، بس طبعا انا في البدايه كنت شوي متخوفه، لاني انا ما كنت ماخذ، انا لي مشاركات مع بيت الزكاه اكثر من
15 سنه اكثر، يعني وايد عندي مشاريع معاهم كثيره، بس يعني كنت خايفه اني انا ادخل كعضوه، فقال لي مبارك تدخلين واعتبري نفسك كانك في مكتب الوالد، ومثل ما انت تخلصين هني اخلصي هني، والوضع يعني ترى سهل ما يخوف. اول شهر شهرين بيني وبينك شوي اي كنت خايفه، لان انا السيده الاولى تدخل بيت الزكاه ما شاء الله، يعني ما كان في. وبعدين يا طويله العمر كنت مستمعه كثير، ما كنت اتكلم، لدرجه ان مره ابو يوسف قال لي اللي هو وزير العدل الله يحفظه، قال لي مبارك ما سمعنا صوتك، العضو الوحيد اللي ساكت. قلت له ما احب اتكلم الا لما اكون مفيده، انا ما احب اتكلم لاجل الكلام. حلو. فقال لي خير ان شاء الله مبارك، نتريى انجازاتك في المستقبل. حلو. عقب بديت ادخل انجازات جديده على بيت زكاه، يعني بيت زكاه مثلا عمره مثلا ما راحوا، يعني وهذا واجبنا، هذا مو فضل، هذا واجب. اي عضو ينضم لازم يعطي اقتراحاته، تلفين على المدارس، تلفين على الجامعات، هذه كانت خطوه اول مره بيت زكاه تسويها. فكرتك انت طبعا؟ اي الحمد لله. طبعا احنا زرنا الجامعه الامريكيه، كنا راح نروح لعقيله، بس دش علينا الامتحانات، احنا انا تعييننا ترى صار بشهر 2 عندي فضل، واحنا بدينا الزيارات شهر 4، فباذن الواحد احد بشهر 9 راح نبتدي، كل اسبوعين راح ارتب مع جامعه واخلص من الجامعات، نروح حق الثانويات والمتوسطات، لان ليش؟ انت مو بس الناس كلها تعرف بيت الزكاه يعطي فلوس، بيت الزكاه لا مو كذي، انا ما ابي اوصل هذا الفكر، صح ابي اوصل الفكره حق الناس ان بيت الزكاه هذا مؤسسه حكوميه صحيح، نعم، ولكن هي داعمه ايضا من المحسنين من اهل الكويت، اكيد الناس اهل الخير، نعم. بيت الزكاه اعماله واصله لاخر العالم الحمد لله، يعني ما شاء الله انجازاتهم كثيره، ولكن انا ويني عن شريحه الشباب اللي من 12 الى 20، هذا اولا اثقفه دينيا، ثانيا ازيد من حسناته، ثانيا ارفع من دخل البيت، يعني في اشياء كثيره هذا اللي نحتاجه استاذ خول الحين، استقطاب هذه الشباب بحيث انه ما تي طوائف متطرفه تاثر عليهم بالضبط. يعني بيت الزكاه عارفين توجهها، عارفين فكره. وايد سؤالك حلو، اي لان انا فوجئت، ذكر كان عندي لقاء بالشاهد من فتره، وفاجئ من وزيره الشؤون الله يحفظها انت صبيح، ولا تقول ان لقوا بعض اللجان بالسراديب، بالسراديب وتطبع وصولات، وانت تروحين انت ما تدري، انا ما ادري فلان ما يدري، وتدفعين يعطونش وصل، هم كلهم شباب. عندهم فكر، اي شباب مجموعات شباب، يعني كلهم عندهم فكر، ومثل احنا قاعد نشوف داعش وغير داعش وهذا، صح احنا ما ندري الفلوس وين قاعده تروح، صح. فالسذاجه الزايده ما تنفع، انا الحكومه ما قصرت، حطت لي هذا البيت، والبيت طبعا انشا فكر. من 82 فكر من مشاري العنجري، ساد مشاري والمرحوم جاسم الخرافي. حلو. وطبعا الحكومة دعمته ولا زالت سنويا تدعم. وأهل الخير تبارك الله، احنا سوينا الحين في مكتب في جمعية الضاحية اللي هو مال كبار المتبرعين مسؤولين عنهم، يروحوا إذا يعني ما في داعي حتى المتبرعين هم يروحون له وهم كل شيء. حلو. أونلاين إذا حبيت، حتى المتبرع العادي إن شاء الله عنده 10 دنانير أونلاين يقدر يدخل ويقدر يحدد انا ما ابي بالكويت، ابي مثلا بمصر، ابي مثلا بالهند، ابي بالصين. ليش ما يصير توجيه لهذا الشباب؟ يعني استقطابهم هذا السبب حياتي، هذا السبب اللي انا قاعده اسويه، إيه استقطابهم بحيث إيه يعني ان يكون الموضوع. الفكر هذا الاسلامي اللي غير نظره الاسلام، يعني احنا قمنا في ناس قامت تنظر حق اي واحد ملتحي بالضبط او لحيته طويله نظره سيئه ويخافون منه، يعني فاحنا ليش ما يصير عندنا مثل بيت الزكاه مؤسسه دينيه عالميه تنشئ شباب عندهم فكر اسلامي راقي يمشي على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام. بالضبط. يعني امانه يمكن العمل الخيري هو الاساس، اكيد هو الاساس، ولكن انشاء جيل واعد بفكر اسلامي راقي هو يكون هدف هذا البيت. فانا اتمنى يعني بناس مثل ما شاء الله تشوفين اللي قاعدين في بيت زكاة، يعني بيت زكاة تحت مظلته جنود مجهوله فوق ما تتخيلين، يعني مو ظاهرين ترى ما حد يدري عنهم. حلو. ولكن يعملون عمل ما شاء الله انا ما عرفتهم الا لما اندمجت حلو وياهم. حلو استاذه خول، يعني بصمتك القادمه لبيت الزكاه ان تكون التبرعات ذات جهه مسؤوله وليس ذات حتى انا ارتاح وانت ترتاح وكلنا نرتاح. حلو. الشيء الثاني ان في اهتمام بالشباب بالتوعيه. انا بس اقترح اقتراح، انا الله يطول لي عمرك بيت زكاه اراس فيه ثلاث لجان، انا اراس لجنه تنميه الموارد، واراس الاعلام،
ورئيس الاشراف على الماده 38 ل 2015. حلو. ماده القانون اللي الحين تعدلت ماده 5. نعم. اللجنه الاولى تنميه الموارد هدفها شنو؟ هدفها بس توعي وتوضح لك شلون انت فلوسك اللي حطيتها وين حطيتها؟ وشنو سببها؟ صحيح. شنو اجرها؟ حلو. توضح لك. وبعدين انا ما يهمني كبار المتبرعين، مو ما يهمني انا هذول على راسي، لكن هذول معروفين واهل هذول ما ينطرون شهادتي. هذول هم ما شاء الله عليهم يعني في كبلاياك هم جايين وخالصين. لا انا يهمني الناس البسيطه اللي ما تعرف، يهمني هذول اوعيهم، هذول اوسع مداركهم، ما اعطي فرصه حق اصحاب الفكر المتطرف انه يسحبهم. نعم. هذا السبب اللي انا ابي اروح حق المدارس، ابي اروح حق الجامعات، ابي اوسع هذا الشيء عشان ابين دور بيت الزكاه شنو. حلو. يعني ما يكون بس عمل بيت الزكاه انه يكون توزيع يعني الفقاره ويعطون فقاره، ليش ما يكون اسلامي تربوي؟ طبعا يعني هذا اللي انا اللي قاعد اقول، المهم انه يكون في تربيه وفي اخلاق وفي عمل خيري متواصل. يعني بعدين عندهم ما قلت لك طول عمرك، عندهم في الساميه عندهم قسم مال تموين، هذا يغذي شو يمكن اهل الكويت والوافدين والكل. كثير من الناس او في التواصل يسالون مبارك ليش ما توسطي لنا؟ هم عبالهم ان انا بيت زكاه يعني يلا انا اعرف حصه يلا هنا خلنا نعطي حصه. لا، العمليه مو بالصوره هذه، وكلام غير صحيح، وانا اقولها على الهواء. لا تظلمون لا مدير عام بيت زكاه ولا كل الاعضاء ولا القائمين على هذا المكان. اي متقدم سواء كان من اخواني البدون او كان من الكويتيين او كان من الوافدين يروح يتقدم يقعد مع اخصائي، بعدين يقعد مع اخصائي ثاني يدرس الحاله. إيه؟ اكيد. وبعدين يروح بيت الزكاه، بعدين تنعرض على المدير وعلى الاعضاء، بعدين ينصرف. الاقاويل اللي طالعه انه والله تعرفني واعرفك شيلني واشيلك، لا ما يصير شيء، ما يصير غير صح. اكيد. مبارك انا بدي اسال شلون كان رمضان بالنسبه لك؟ بطلعك شويه بهالمود، شلون كان يعني خصوصا الناس يعني دائما احنا بهالشهر نتواصل ونروح ونوجب وغبقات وتسيرات يعني التواصل الاجتماعي عندنا، بس انت ما شاء الله علاقاتك الاجتماعيه كبيره، فاكيد ناس تروح يعني تيج وانت هم ملزومه انك تروحين. صح. حق ناس. فشلون قضيتي السنه ما قمت بواجباتي كامله، السنه يمكن ركزت اكثر على اني اجاب الاولاد اكثر. تدرين رمضان في تراويح وفي قيام، هذا هو الشهر الوحيد اللي يطهر النفس من ذنوب من اخطاء من 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 من، فهذا الامر انا كثر ما حاولت كثر ما اقدر اني اركز عليه اكثر. العيال قاعد يكبرون، شباب يطلعون يروحون، ما تبين هف وينسون او شيء. يوميا بعد صلاه العشاء اصلي تراويح وعندي باب على الشارع وباب على الشارع الداخلي، ربعهم يدشون والبيت مفتوح، بس طبعا حلوه لبن ما اخليها كل يوم وترك لازم عندها، وساعات الظهريات امر عليها. ما قمت بواجباتي اكون صادقه. حلو. العاده اني تلاقيني افتر ادور على الناس كلها، بس يكفي طلعتك اليوم عبر شاشه تلفزيون الكويت وتشرفت فيكم. احنا اللي تشرفنا فيك ويسامحون الكل يعني، بس انا الظروف العمل اللي انا بس فيها. اسمحي لي حصه على عجاله بس استاذه خوله، انتقلتي الى الخالديه. اي نعم. بتسوين ديوانيه نسائيه هناك ولا؟ لا والله بسوي، ليش ما اسوي؟ كفو والله. ترى استاذ محمد انا احب اللمه واحب الناس، واليوم اللي اصلي التراويح واقعد والاقي بس اثنين ثلاثة ذيك خلقي، احب الناس واحب صفرتي ممدوده طبيعي كذي. باذن الله لما ارجع شهر 9 بنسوي لنا قعده لازم. ان شاء الله. اذا بتسوين عزميني ان شاء الله. عفوا عليك. ما تعزمنا؟ لا هي مشغوله. يعطيك انا رمضان بس اللي خذيت ترى راحه ولا باقي الايام. لا وعوده عليك ان شاء الله لا فاقد ولا مفقود. علينا وعليكم يا رب. واحنا سعيدين بتواجدك ونتمنى لك كل التمنيات. على عيد مبارك بعد عليك. ويحفظ لك العيال ان شاء الله ويخليهم لك. ويحفظ لك مبارك يا حبيبتي، وتفرحين فيه وتشوفين عيال عيالهم. الله يعزك، طول لي عمرك، شرفت فيك، شرفت استاذ محمد. يسلمك. مشكورين على استضافتكم لي. مشكوره. كل الشكر للمحاميه وسيده الاعمال الكويتيه الاستاذه خوله الحساوي في لقائنا مع هذا الجميل. وننتقل معكم مشاهدينا الى ديوان المحيسن الشمري في منطقه النسيم والجهراء.